السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الاسبوعي في مدينة سطاتون، ما عرفوش كاين في المملكة المغربية. هذه الخيرات تلقى الكسابين والرجالية المغربية والناس مالين المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجاله بنات ولاد، هذه قناة زيتون مرجان تحييكم. احنا عند احبابنا في البقر الكسابي، كلشي غنجيو عندكم كاملين ان شاء الله. هذا البقر الكسابي كما تشوفوا معنا هنا في مدينة سطات، وحيي كل كي تشوفوا معنا البقر الكسابي هنايا في مدينة سطات. وراه تنقولوا نهار جوج في شهر 10/2021 بتاريخ، حيت الناس تيتشكاو لينا من التاريخ، تنديروا النقاط ونديروا هادو وما تيتشكاو لينا من التاريخ. وغادي نبداو نقولوا التاريخ فهمنا باش نوريوه لاحبابنا فين ما كانوا داخل الوطن او خارج الوطن، فين ما كانوا الاحباب تونا. كما تشوفوا هذه قناه الزيتون مرجان تحييكم فين ما كنتوا داخل الوطن او خارج الوطن. اليوم ما حاكمش الى العجل، ياك بخير ناشط؟ لاباس عليك؟ شحال هاد الخيرات تبارك الله اليوم في 64 اللي بغيتي فيه؟ على حسابك؟ لا راه 60 وحده. الرطب ودينا مع الناس. ياك عرفت الزين بلجيكي؟ من نوع البلجيكي هذا؟ من نوع البلجيكي؟ ويني؟ شحال عطوك فيه؟ ولا بشحال هو؟ لا كانوا باقي ما عطوكش؟ ها؟ هو ب 12500. هذا الراجل ما يكذبش علينا، وراجل مخير وراجل صاحبنا وتنعرفوه من القديم قبل ما نديروا هاد القناة. تنعرفوا هاد الرجل ورجل طيب، وعطوه 30 الفرنك 300 درهم اللي عطوه رباح. وراه كاينين البيع وشري اللي جات في فمو يقولها. لا ماشي عليك انت، ماشي عليك انت. كاين اللي جات في فمو تيقولها. وهاد الراجل طيب وراجل درواش هنا في السوق الاسبوعي بمدينة سطات عطانا هاد الثمن، بشحال خادو وشحال عطاوه رباح. ما دهش من الكاميرا هاد الراجل، تا هو عنده بقر كسابي وبقر زين، عجولة زينين فروخة زينين، واخا كاين شوية الرواش وني السلعة موجودة في الكسابي. كي تشوفوا معنا تبارك الله هنا في السوق الأسبوعي بمدينة سطات الخيرات تبارك الله موجودة هنايا. شحال الثمن تاعو الله يرضي عليك؟ هاد جوج 460 بجوج. قول لي واش شاري كل واحد وحده ولا عطاو كل واحد بحال بحال؟ التعادل مليون و30 مليون و30 التعادل هنايا في هاد الصديق تاعنا في السطات السوق الاسبوعي بمدينة السطات، حيت الحباب تونا. نحيي كل مشاهد قناة زيتون مرجان. خلي لي مني الود عيشة، ما تكذب عليا ما والو. زيتون راك يبغي يقول، يبغي يقول ما عندي ما نقول اود عيشة، وراك عارف في القناة الحقيقة وقناة الحريفية ماشي يضحكوا علينا الحريفية. يقول لك راه جاب غير تصويرة. هذا راه ديما تيعيرني هذا الراجل. هذا الراجل خاصو العصا. الدنيا هانية الله سخفته، واني ما بغاش يقيني مازال غنسخفه. مازال ندير لك حركة أخرى. عادل مليح ود عيشة. شحال ود عيشة هاد الخيرات؟ الخير كنطلبوا فيه 530. ويني 8 شحال؟ 1,086 اللي درنا في مولاه بجوج. وشاريهم جملة ولا شاري كل واحد وحده؟ كل واحد وحده. شحال هذاك اللي شاروري؟ وهذاك 40. وهذا واخد فيه شوية الثمن؟ لا هذا الدبس هذا اللي في الليمن تاعي عطينا فيه الرباح دابا. ياك وراه ود عيشة راجل مخير وراجل درواش هنايا في السوق الأسبوعي بمدينة سطات، وكان صديق تاعي في
قبل ما تكون القناة شوية كبيرة كان رجل مخير ورجل تيقول لنا ثمن معقول وعطوك شي رباح فيهم. لابد من البركة. لابد من البركة، نطلبوا الله يسهل لك والله ينزل لنا ولك البركة وجميع الأحباب تؤنا في مكانه. ود عيشة ها هو عطانا هاد الثمن هاد الجوج، قولي هاد الجوج صغار. لا لا صغار، تعال سعيد الحين. لا دوا معنا. مرحبا مرحبا صديقنا، مرحبا بأحبابنا كاملين في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. تخفتي لا تقولي جا 340؟ واش غنقولوا اليوم 340؟ لا قولي جا الثمن تاعهم. شحال الثمن تاعهم؟ صافي ما خلنا واحد السيد فاش يكون عندك الغلا، فاش يكون عندك الغلا تقول لي، فاش يكون عندك الرخاء هذا عرفتيه. انا نعرفك انت هو، انا فلاح انا. وسمعتي فاش يكون عندك الغلا تقول لي الثمن، فاش يكون عندك الرخاء ما تبغيش تقول لي الثمن. انا الشريف، انا من تماك، انا معك. اهلا بحبابنا في المدينه. تاكل نهار تزيد الدخل، تاكل نهار الدخل. تما الزيتون ناشط. الله يحفظك، هذا الرجل تو صديق تاعنا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات، تو يبيع شريف البقر الكسابي كي تشوفوا معنا هاد الخيرات تبارك الله. واش بجوج سوقك ولا غير هاد؟ كل واحد وحده. هذا الرجل راجل مخير وراجل زين وراجل معقول، ما غاديش نوجهوه، هو راجل مخير ما غاديش. تنعرفوه قديم قبل ما نديروا القناة، وتنعرفوه كلهم هادو أحبابنا قبل ما نديروا القناة. شحال هاد الخير اللي واقف حداه؟ مليون و80 اللي بغيتي فيه؟ فاش خدتوه؟ واخا واحد شوية؟ ما كاينش فيه شوية الثمن؟ جاني فيه الثمن. ها؟ ما فيش ثمن على حسابك؟ واخا سيدي فيه الخير، هذا الرجل ما غاديش يكذب علينا. وعطوك فيه شي رباح؟ هو بيع صح؟ ما قديش. بغيتي فيه 90؟ الله يسهل لك، الله يسهل. وهاد العجل هذا؟ 46. مليون و46؟ باش خدتيه ولا عطوها لك ولا؟ وعطوك شي رباح فيه؟ مازال؟ تبارك الله، هذا الراجل راجل مخير وما يكذبش علينا وما غاديش يكذب حتى على شي واحد، الله اعلم. هذا الرجل، هذا الرجل درواش وراجل مخير كي تشوفوا معنا في السوق الاسبوعي في مدينه سطات. ونحيوا اي مشاهد قناه زيتون ومرجان. اشكم تتبادلوا لي بخير، تتبادلوا لي. واش هاد هادو ندير جوج خطرات صويره؟ اي باهي يا باهي جوج خطرات. يلا اش قالوا لك؟ قالوا لي الثمن تاعهم. يلا سير عاود. ونحييو كل مشاهد قناه زيتون ومرجان، وهاد الصديق تاعنا تا هو هنايا، كلهم احبابنا وتنعرفوهم ويعرفونا من قديم. الاحباب تؤنا في المكان. اهلا وسهلا بكم جميعا. هذا الثور الجزائري، الثور الكسابي، العجل الكسابي كي تشوفوا معنا تبارك الله الخيرات موجوده كي تشوفوا معنا هنايا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات. خيرات موجوده تبارك الله، من العجوله من العجلات من الخيرات. مازال غادي نشوفوا بقر رقيق ان شاء الله ونصوروه لاحبابنا باش نوريوه كل الثمن وكل حاجه لاحباب تونا. وشحال هاد الخيرات هاد الجوج؟ هاد الجوج شحال؟ ها؟ 372 18000 تاع الدرهم و 600 درهم باش قال لي راكدين. واش ما شاريهمش اليوم؟ اليوم؟ عطوك فيهم شي رباح ولا لا؟ باقي مازال الله، باقي الصباح هذا. طلبوا الله يسهل الجميع الاحباب تونا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. اي مشاهد قناه زيتون ومرجان اهلا وسهلا بكم جميعا. كما تشوفوا هذه الخيرات تاعت البقر الكسابي هنا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات، الخيرات موجوده كي تشوفوا معنا الاحباب تونا. مربي
انا غنوريك انت والله دابا تلعب على الشارع اخو وتعا صور والله ما خدت ماجنا نورتي والله انا ما بغيت نلعب على الشارع انت غنفيض وحنا عندك ام سعود شحال اخويا هذا خويا عطاونا فيه 15000 تاع الدرهم هذا الراجل راجل مخير نعرفوه من الدكاله وبقى وشريك وراجل مخير وراجل طيب ونعرفوه خوته ونعرفوه هو الله يسهل عليه